وصلنا للأخبار الرياضية بشوط إضافي. مساء الخير وسيم. مساء الخير وسيم. مساء الخير روان. وأي هم يوم الأمس بالحقيقة كان يوم المفاجآت والنتائج الكبيرة. تعادل ليفربول على أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز، أيضا خسارة كبيرة لتشيلسي بأربعة أهداف دون رد، وخروج يوفنتوس من كأس إيطاليا، وأيضا روما بعد خسارة فريق نادي العاصمة الإيطالية بسبعة أهداف أمام فيورنتينا، وعودة كبيرة لبرشلونة بعد فوزه على إشبيليا بمباراة الإياب بكأس ملك إسبانيا بالدور ربع النهائي بستة أهداف لواحد. متابع سوية. مساء الخير مشاهدينا. سقط ليفربول بفخ التعادل أمام ضيفه ليستر سيتي بهدف لمثله على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل هدف ريدز ساديو ماني فيما وقع على هدف الثعلب هاري ماغواير، وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 61 نقطة، فيما أصبح رصيد ليستر سيتي 32 في المركز 11. هذا وأعرب يورغن كلوب مدرب ليفربول عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه أمام ليستر سيتي بهدف لمثله وإهدارهم فرصة توسيع الفارق مع مانشستر سيتي في سباق البريمير ليج. وأكد كلوب في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية أن أرضية الملعب أثرت بشكل كبير على أداء فريقه، وخصوصا في الهجمات المرتدة. كما أشاد المدرب الألماني بالفريق المنافس من ناحية التنظيم والدفاع، وقال إن ليستر كان خصما عنيدا، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم قاموا بعمل جيد، ولكنه لم يفهم سبب عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه رغم تواجد الحكم في أفضل مكان داخل الملعب على حد تعبيره. وماذا قالت الصحف الإنجليزية عن نتيجة ليفربول و ضيفه ليستر سيتي؟ صحيفة مترو تحدثت عن الصعوبة التي واجهها الفريق في تخطي ليستر، وعنونت هاري ماغواير يدمر الريدز فريق الثعلب يعطل اقتراب ليفربول من لقب الدوري، وفي عنوان آخر وحول مباراة أخرى تشيلسي يضرب بقوة من بورنموث، في إشارة إلى الخسارة الكبيرة لتشيلسي برباعية نظيفة. أما صحيفة الغارديان فتحدثت عن عدم استغلال الريدز لفرصة توسيع الفارق مع ملاحقيه وسقوطه في فخ التعادل، وجاء فيها: هل أظهروا عصبيتهم؟ ماغواير يوقف ليفربول، حيث فشل المتصدر في استغلال تعثر السيتي. وفي عنوان آخر: بورنموث 4 تشيلسي 0، ثنائية كينغ تترك ساري في المواجهة. نذهب إلى تويتر وبعض ردود الفعل العربية حول تعادل ليفربول. أمير عبد الحليم يرى أنه من المبكر الحديث عن هوية الفريق الذي سيحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن المنافسة ما تزال مستمرة، وغرد: في أي ظروف ومع أي فريق الطبيعي أن الفريق اللي تجيله فرصة يزود فارق النقاط في ماتش على أرضه بيستغلها، خصوصا أنك خسرت من منافسك المباشر والخدمة جت من غيرك إلا ليفربول. عشان كده مستحيل تتوقع حسم ليفربول للدوري من يناير، مهما كانت حالة الفريق عالية ومهما كان فرق النقاط على حد تعبيره. حاتم أطرابلسي وتحليل أبرز سمات المباراة وسبب تعثر ليفربول، نتعرف عليها في هذه التغريدة للنجم التونسي السابق. مباراة كان من المتوقع أن تكون صعبة رغم الإمكانيات الكبيرة لليفربول، ورغم الهدف المبكر ليفربول سجل هدف مبكر واكتفى بالاستحواذ السلبي. انطلاقة ليستر بدأت بعد قبول الهدف من حيث التمركز والتنظيم الدفاعي والتنشيط الهجومي. هجوم الليفر لم يكن على مستوى جيد، وصلاح كان مراقب. أما المحلل الرياضي محمد عواد فيرى أن ليفربول لم يستفيد من خسارة السيتي ولم يستغلها بالشكل المثالي، وجاء في تغريدته: المسألة تحتاج توقف رقميا. ليفربول رفع الفارق من 4 إلى 5 نقاط، نفسيا كأن الفارق تقلص من 7 إلى 5، لذلك لا أنظر لتعادل اليوم إلا بأنه خسارة نقطتين، فمن أسس الفوز بالدوري الاستفادة المثالية من تعثر خصمك.
هاجم ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي لاعبيه بعد الهزيمة في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث بأربعة أهداف دون رد، وقال ساري إنه لا يستطيع تحفيز نجوم الفريق عقب الخسارة، مؤكدا وجوب اللعب بعقلية مختلفة. وبعد المباراة جلس المدرب الإيطالي مع لاعبيه في غرفة تبديل الملابس لنحو ساعة بعدما طلب من الطاقم التدريبي ومن بينهم مساعده جيان فرانكو زولا أسطورة تشيلسي بالخروج من الغرفة. خسارة قاسية للفريق اللندني. نعود إلى تويتر، صفحة فيفا بالعربية قدمت إحصائية سلبية عن نتائج تشيلسي سابقا. هذه هي الإحصائية بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر. مفاجأة اليوم في الدوري الإنجليزي كانت تشيلسي للمرة الرابعة فقط في تاريخه تتلقى شباكه أكثر من 3 أهداف في شوط واحد في البريمير ليج، الأول مع ليدز يونايتد عام 1993، ساندرلاند عام 1999، وأرسنال 2011، وبورنموث اليوم. تشيلسي هبط إلى المركز الخامس بفارق الأهداف بعد أرسنال الرابع. إسلام مجدي استغرب من الهزائم الكبيرة التي يتعرض لها تشيلسي مع مدربه الإيطالي، وغرد أيضا من سنة بالضبط تقريبا تشيلسي خسر بطريقة مهينة سواء من بورنموث أو واتفورد، والأداء كان بالسوء ده. استقبل 7 أهداف في ماتشين متتاليين، غريب مستوى الفريق مع ساري، والدفاع تحديدا بقى أسوأ مما كان على حد وصفه. في إنجلترا أيضا أعلن نادي مانشستر يونايتد تمديد عقد نجمه الفرنسي أنتوني مارسيال حتى حزيران من عام 2024. بيان النادي ذكر أن عقد اللاعب به بند يسمح له بتمديده لعام إضافي قبل نهايته. يذكر أن مارسيال البالغ من العمر 23 عاما انضم لمانشستر يونايتد في صيف 2015 قادما من موناكو الفرنسي، وشارك في 162 مباراة وسجل 46 هدفا. إلى إسبانيا، اكتسح برشلونة ضيفه إشبيليا 6-1 في إياب ربع نهائي مسابقة الكأس ملك إسبانيا، معوضا خسارته ذهابا بهدفين نظيفين ليبلغ نصف النهائي. سجل أهداف العملاق الكاتالوني البرازيلي فيليبي كوتينيو في مناسبتين، والكرواتي إيفان راكيتيتش وسيرجي روبرتو، والأورغواني لويس سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي مقابل هدف للضيوف عن طريق البرازيلي أراتا. وفي مباراة ثانية تأهل ريال بيتيس إلى نصف النهائي بعد فوزه على إسبانيول 3-1 في لقاء العودة بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله. طبعا مباراة حماسية جدا قدمها الفريق الكتالوني وعاد بالنتيجة في مباراة الإياب. نذهب إلى تويتر من جديد، الصفحة الرسمية لنادي برشلونة اختصرت الفوز الكبير بكلمة واحدة فقط، ما هي؟ ريمونتادا، مع هذه الصورة التي عبر فيها لاعبو برشلونة عن فرحتهم بهذا الفوز الكبير والتأهل للدور نصف النهائي. صفحة FC برشلونة وورد نشرت إحصائية عن أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في كأس ملك إسبانيا في تاريخ النادي الكتالوني. الأسطورة ميسي يصبح ثاني أكثر لاعبي برشلونة تسجيلاً للأهداف في كأس ملك إسبانيا ب50 هدف. الأول طبعاً هو ساماتير ب64، وثانياً الأسطورة ميسي 50، الثالث كوبالا 49، والرابع سيزار ب37 هدف. نبقى في تويتر، ضاري الرقاد أثنى على أداء لاعب الوسط البرازيلي آرثر بعد تمريرته الرائعة للكرواتي إيفان راكيتيتش يوم الأمس، وغرد أكثر شيء عجبني في آرثر ميرلو بغض النظر عن موهبته والمستويات الكبيرة التي قاعد يقدمها هذا الموسم مع برشلونة هي قوة شخصيته. لم يتأثر بوجود النجوم معه بنفس الفريق، ونحن نتحدث عن ميسي سواريز كوتينيو خصوصا ولديه فقط 22 عاما. صفقته كلفت 39 مليون يورو فقط، تعاقد عظيم على حد تعبيره. صفحة جول العربي جاء فيها أن الفرق التي تفوز على برشلونة ذهابا لن تفرح لأن مصيرها في الإياب سيكون قاسيا مثل ما حدث يوم الأمس. وهذه التغريدة أن كان فريقك يلاعب برشلونة في مباراة الذهاب وفاز بنتيجة عريضة مهما كانت، إياك أن تفرح، هذا الفريق عاشق لريمونتادا، إشبيليا كان آخر الضحايا أمس، وهذا ما حدث، في إشارة إلى عودة برشلونة بالنتيجة طبعا قبل بضعة أعوام مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لكنه خرج
من البطولة ولم يفز باللقب. صفحة موقع في الجول ربطت انتصارات البرشا بالزي الأبيض الذي يرتديه الخصوم في ملعب كامب نو، وكتبت هذه النصيحة: نصيحة للفرق التي تواجه برشلونة في كامب نو، لا ترتدي الزي الأبيض مجددا. الصورة توضح باريس سان جيرمان عندما خسر أمام البرشا في الريمونتادا المشهورة بدور الأبطال، وأيضا خسارة ريال مدريد الكبيرة بخماسية، ويوم الأمس خسارة إشبيليا بالستة. إلى خبر آخر، ونبقى مع أخبار النادي الكتالوني. أعلن برشلونة وأرسنال الإنجليزي توصلهما إلى اتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط لاعب وسط الفريق الكتالوني دينيس سواريز إلى أرسنال حتى نهاية الموسم الحالي. برشلونة أكد أن فريق المدفعجية يملك خيار شراء اللاعب الذي مدد عقده مع رجال المدرب إرنستو فالفيردي حتى عام 2021. سواريز خاض 71 مباراة بالقميص برشلونة منذ وصوله عام 2013 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه لم يلعب هذا الموسم سوى 8 مباريات. هذا الانتقال للاعب برشلونة كان له صدى كبير على تويتر، وأصبح متداولا بشكل واسع، ووصلت التغريدات بخصوصه إلى أكثر من 32 ألف تغريدة، كما نتابع هنا الصفحة صفحة تويتر. التغريدات يعني تويتر امتلأ بالتغريدات بخصوص هذا اللاعب الشاب. إلى إيطاليا، ودع يوفنتوس بطولة الكأس بخسارته الثقيلة أمام مضيف أتلانتا بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الدور الربع النهائي. حملت ثلاثية أصحاب الأرض توقيع تيموثي كاستاني ودوفان زاباتا في مناسبتين. يذكر أن دور النصف النهائي سيجمع أتلانتا مع فيورنتينا. خسارة ثقيلة لبطل الدوري الإيطالي كان لها ردود فعل على تويتر. أيضا إبراهيم المنيف يرى أن خسارة السيدة العجوز في مصلحته كي يقوم بترتيب أوراقه قبل الاستحقاق الأوروبي، وغرد: خسارة مؤلمة، ولكن يحتاجها يوفنتوس ليصحى من غفلة الثقة المبالغ فيها وتتويج نفسه منتصرا قبل كل مباراة يخوضها، وليتدارك أخطاؤه قبل الموعد الأوروبي مع أتلتيكو مدريد، وليركز بشكل كامل على دوري الأبطال بعد أن ضمن بشكل كبير بطولة الدوري الإيطالي بفارق 11 نقطة. أما سلطان فاعترف بأحقية فوز أتلانتا على يوفنتوس وغرد: خسارة مستحقة للزعيم يوفنتوس، أتلانتا استحق الفوز نتيجة ومستوى على حد تعبيره. وفي لقاء آخر ومفاجأة أخرى، اكتسح فيورنتينا نظيره روما بسبعة أهداف لواحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي، وانهار دفاع فريق العاصمة الإيطالية أمام القوة الهجومية لخصمه فيورنتينا الذي تأهل إلى الدور النصف النهائي من البطولة ليلحق بميلان وأتلانتا، وينتظر الفائز من مواجهة إنتر ولاتسيو لتحديد الفريق الأخير المتأهل. أعلنت رابطة الأندية الأوروبية انتخاب القطري ناصر الخليفي لتمثيل الأندية داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وانتخب الخليفي خلال اجتماع للجنة التنفيذية للرابطة برئاسة رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي، وكلف بالدفاع عن مصالح الأندية الأوروبية الكبرى. وسيخلف رئيس نادي باريس سان جيرمان في مهمته اليوناني إيفان جات سيدس المدير التنفيذي السابق لنادي أرسنال والحالي لميلان الإيطالي. وسيمثل الخليفي الرابطة الأوروبية داخل اللجنة التنفيذية للاتحاد للعبة برفقة أنييلي. بعيدا عن أخبار كرة القدم، حقق بوستون سيلتكس فوزا كبيرا على ضيفه تشارلوت هورنتس ب 126 نقطة ل 94 ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، ويعود الفضل في فوز سيلتكس لنجمه كايلين براون الذي سجل 24 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة، بينما أضاف جايسون تاتوم 20 نقطة. يذكر أن بوستون يحتل المركز الخامس بترتيب القسم الشرقي ب 32 فوزا مقابل 19 خسارة. ختام شوط إضافي، نعود من جديد إلى روان وأيام. شكرا لك وسيم. شكرا لك فاصل وراجعين.